تاخذ الانتي انفلاماتوري انتي بايراتيك اند ان انالجيسيك ايجنتس. هناخذها بصوره عامه، تحتاج من عندنا الى تركيز، تحتاج من عندنا الى متابعه بالقرايه لانه ادويه هوايه، زائدا اكو تفاصيل بالمحاضره، بعض التفاصيل اللي هي تحتاج حفظ مو تحتاج شرح، ايضا احنا مطالبين بها لانه ممكن تجينا بالام سي كيو. قبل لا نبدي بالموضوع خلينا نشوف ناخذ مختصر عن الانفلاميشن، الالتهاب، شنو معنات الانفلاميشن وشنو الاشياء اللي تسوي لنا انفلاميشن، اللي تعمل لنا انفلاميشن، وشلون الجسم يقدر يعني يعالج هذا الانفلاميشن اذا كان زائد عن الحاجه. Is a normal protective response to tissue injury caused by physical trauma, noxious chemicals, or microbiologic agents. Microbiological agents هذني الثلاثة اللي هي ممكن تسوي لنا tissue injury وممكن انه يبدي عندنا الانفلاميشن. اذا الانفلاميشن is the body's effort to inactivate or destroy invading organisms. فالوسيلة حماية للجسم على الغرض من عندها هي انه يعمل لنا inactivating or destroying invading organism. Remove irritants يزيد الأشياء اللي تساعد على التخدش and set the stage for tissue repair. When healing is complete, the inflammatory process usually subsides. بعد ما يصير healing بالمكان يتوقف عندنا الانفلاميشن. هذه normal sequence of inflammation. Inappropriate activation of the immune system can result in inflammation and immune-mediated disease such as rheumatoid arthritis, التهاب المفاصل الرثوي. هذا نتيجته شنو؟ نتيجته inappropriate activation of immune system. صار في التحفيز للجهاز المناعي بصورة غير طبيعية، غير مخطط لها مثل ما نقول، أو غير مسيطر عليها، حيسوي لنا شنو؟ حيسوي لنا هذا الالتهاب الرثوي بيصير عادة بالمفاصل. Normally the immune system can differentiate between self and non-self. عادة بالحالة الطبيعية ممكن أنه الجهاز المناعي يميز بين الخلايا الإنسان اللي هي ما يحتاج أنه يهاجمها، والجسم الغريب يسموه النون سيلف يميز بيناتهم. إن روماتويد أرثرايتس، هذا المرض اللي إذا نحكي عليه إحنا، white blood cells view the synovium، هشوف synovium as a non cell and initiate an inflammatory attack. هشوف هذا الجزء من الجسم انه جزء غريب، فحتعامله كانه هو شنو؟ كشيء فورين بادي، فحتبدي شنو؟ حتبدي يصير انفلاماتوري اتاك، هجوم المدياترز اوف انفلاماتوري. These cells secrete pro-inflammatory cytokine including هذه pro-inflammatory معناته انه هي اللي تحفز لنا على زيادة الالتهاب، including tumor necrosis factor فد mediator يصيحوا له TNF alpha. اكو عندنا طبعا جاما واكو عندنا دلتا، احنا اللي يهمنا بالروماتويد ارثرايتس هو الالفا، وانترلوكين 1 into the synovial cavity
ultimately leading to joint destruction and other systemic abnormalities characteristic of rheumatoid arthritis. حيبدي هذني البرو انفلاماتوري من يبدي الانفلاميشن يصير وحيعامل الساينوفيوم على انه جسم غريب حيبدي يحطم هذا الساينوفيوم لهذا حيصير عندنا شنو؟ حيصير عندنا joint destruction و other systemic abnormalities characteristic of rheumatoid arthritis حيبدي ايضا يصير تشوه بالمفصل وانحراف بعض الاحيان وكل هذا هو مصاحب للألم أنه يصير عندنا ألم. بنشوف أنه هذني البرو إنفلاماتري سايتوكاين اللي هي حتبدينا بعملية الإنفلاميشن فمن عدها صنعوا أدوية ممكن أنه تغلق لنا الرسبترات الخاصة بهذني الميدياتر على مود تقلل لنا من الإنفلاميشن وهذا حناخذه ان شاء الله بالبيولوجيكال ايجنت في نهايه المحاضره اللي تستخدم في علاج الروموتويد ارثرايتس. In addition to T lymphocyte عندنا ايضا T lymphocyte activation حيصير. B lymphocytes are also involved and produce rheumatoid factor and other autoantibodies to maintain inflammation ايضا حتعطينا فد ميدياترز هاي البيتا لمفوسايت اللي هي تزيدنا من امد الالتهاب فذني كلهم السيل هي وايت بي سيل تي لمفوسايت بي لمفوسايت كلهم حيدخلن في عمليه فورميشن اوف انفلاميشن ان سينوفيا. These defensive reactions cause progressive tissue injury resulting in joint damage and erosions تآكلات حصير بالعظم functional disability ما يقدر يحرك الركبة for example المريض يقول الركبة مالته توجعة والحركة مالتها مثل توقف عنده pain ألم شديد حيصير عنده reduced quality of life اللي هي هذا المشي الاعتيادي مالته والروحة والجاية كلها حتتأثر ورا ما أخذنا الانفلاميشن وجزء من الانفلاميشن شلون يصير ودور بعض الميدياترات الخاصة به نروح على موضوع جدا مهم اللي هو البروستاغلاندينز خلينا نشوف شنو هاي البروستاغلاندينز وهل تساهم في عملية الانفلاميشن لو لا ووين نستفاد من عندهم إذا نضينا بروستاغلاندين أنالوكس أو إذا ثبطنا عمل البروستاغلاندين شنو البروستاغلاندينز هي unsaturated fatty acid derivatives مشتقات من الأحماض الأميني من الأحماض الدهنية الغير مشبعة تحتوي على containing 20 carbons 20 ذرة كربون that include acyclic ring structure مثل ما نشوف أنه ذرات الكربون دي كثيرة وهو هذا unsaturated fatty acid و derivatives مشتقات أنه يجي يعني ممكن انه تزداد عليه في الجروب هنا او مثلا في الجروب هنا فحيصير عندنا بروستاغلاندين معين وله فائده بالجسم. سايكليك رينج هذا بحلقه انه موجوده بالستركتشر مالته. These compounds are sometimes referred to as eicosanoids. المصطلح العام او العنوان العام لها اللي هي eicosanoids الايكوسا جاية من refers to 20 carbon atoms مشتقات ال 20 ذرة من الكربون eicosanoids are produced in minute quantities by all tissues البروستاغلاندين عملية الإنتاج مالتها هي عملية قليلة جدا يعني الكمية اللي تنتج كمية قليلة جدا وتنتج بواسطة كل الأنسجة الموجودة بالجسم
act locally. شنو معنات act locally؟ معناتها تشتغل بالمكان اللي تصنع بي، تصنعت بالجي اي تي، الفائدة مالتها بالجي اي تي، تصنعت بالعين، الفائدة مالتها تكون بالعين. هذا معناته locally، يعني مو معناته مثلا يصير بيها synthesis بالاي وبعدين تنتقل عن طريق الدم، تنتقل المل الى الجي اي تي وتسوي لنا افكت. ليش هذا السبب ما تنتقل وتشتغل locally؟ إذن خلي نشوف. Act locally on the tissues in which they are synthesized and are rapidly metabolized to inactive products at their site of action. ويصير بها metabolism بنفس الموقع مالتها اللي صنعت، يادوب يعني تلحق تسوي effect بالمكان مالتها، وراها يصير بها metabolism يعني ما تقدر تنتقل إلى مكان آخر، مو مثل الهرمونات اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة أنه تصنع مثلاً بالبيتيوتري إجلاند وتروح الإفكت مالتها بالثايرويد إجلاند. ويا البروستاغلاندينز عندنا ثرومبوكسينز and ليكوترينز. ثرومبوكسين هذا اللي موجود بالبليتلت، والليكوترينز اكثر شيء الافكت مالته يكون بالريسبيرتوري تراكت. شبيه هذين ار سينثيسايزد فروم ذا سيم بريكوسرز از ذا بروستاغلاندينز، من نفس الماده اللي يصنع من عندها البروستاغلاندين ايضا تصنع الثرومبوكسين اند ليكوترينز. وهسه نجي بالسلايدات الجاية نشوف شلون عملية التصنيع مالتها وشلون عملية التخبيط. هذا هو الفوسفوليبيد اللي موجود بالسيل ميمبرين of any cell. من عنده هذا بواسطة انزيم خاص اسمه فوسفوليباز A2 حيتكون لنا 3 arachidonic acid is released. بتأثير الفوسفولايباز A2 إنزيم free arachidonic acid is released، حيتحرر لنا هذا الحامض اللي هو arachidonic acid is the primary precursor of the prostaglandins. هو هذا المادة الأساس اللي تصنع لنا البروستاغلاندين وأيضا تصنع لنا شنو الثرومبوكسين والليكوترين. إذن خلينا نشوف عملية التصنيع شلون بتكون. من الأركيدونيك أسيد عندنا أكو إنزيم خاص يأثر عليه اسمه كوبس، إنزيم آخر اسمه لوكس. الكوبس هو سايكلو أكسجينيز إنزيم، while لوكس is لايبو أكسجينيز إنزيم. إذن ورا ما تكون لنا الاركيدونيك اسيد، هذا موضوع بحثنا اليوم او محاضرتنا، يا اما حيجي الانزيم اسمه كوكس او انزيم يجي لوكس اسمه. ايش حيسوي لنا هذني؟ الكوكس ينقسم الى كوكس 1 سايكلو اوكسجينيز 1 وكوكس 2. ومن عندهم ايش حيتكون لنا هنا؟ حيتكون عندنا بروستاغلاندين، حيتكون عندنا بروستاغلاندين. وبينما اللايبو اوكسجينيز حيتكون لنا شنو؟ ليكوترينز، ليكوترينز. اذا هنا ايش حيتكون لنا؟ حيتكون لنا بروستاغلاندينز بتأثير منه يا إنزيم؟ تأثير إنزيم الكوكس. وبتأثير إنزيم لوكس حيتكون لنا شنو؟ حيتكون لنا الليكوترينز. لو سدينا هذا الإنزيم الكوكس معناته ايش حنسوي؟ حنمنع من تكوين البروستاغلاندينز. منو اللي يسد لنا هذا اللي الإنزيم يسده؟ يسده هو النان استيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي محاضرتنا لهذا اليوم،
عن سد هذا الريسبتر ويشوف الأدوية هل هي COX-1 أو COX-2 وشو الفرق بين COX-1 والCOX-2. وممكن أيضا أكو أدوية تسدنا هذا الباثوي اللي هو LOX، اسم الدواء اللي هو زيلوتون، زيلوتون، وهذا نستخدمه في الأسمة في الربو. ليش؟ لأنه إحنا الليكوتراين بالبرونكيولز تسوينا شنو؟ تسوينا برونكو كونستريكشن، تسوينا تضيق بالبرونكو برونكيولز. فلهذا نستفاد من هذه الأدوية مثل منو عندنا الزيلوتون. دكتور عام تتقسم الأنواع؟ منو يتقسم أنواع؟ يعني مثلاً الليكوتراين. منو؟ الليكوتراين. هذا إن شاء الله يعني نشوفها بالرسبيراتوري سيستم. أكو ليكوتراين أنواع طبعاً. Have a major role in modulating pain, inflammation, and fever. دور البروستاغلاندين بالجسم عندها تأثير مهم أو دور مهم في الألم, الانفلاميشن الالتهاب, والفيفر ارتفاع درجة الحرارة. They control many physiological functions. إضافة إلى هذين الأشياء العامة اللي دنقولها اللي هي pain, inflammation, fever, أكو أيضا إلها وظائف مهمة أخرى بالجسم مثل acid secretion and mucus production in the gastrointestinal tract, uterine contractions, renal blood flow, زيدنا renal blood flow. Prostaglandins are among the chemical mediators released in allergic and inflammatory process. إذن إلها دور أيضا بالinflammation مثل ما قلنا, إضافة إلى الphysiological functions. بما أنه اسمها physiological functions معناته شنو؟ معناته أنه الجسم يحتاج هذا الميدياتر. بيش يحتاجه؟ يحتاجه بأسيد سيكريشن, ميوكاس برودكشن, يوترين كونتراكشنز, رينال بلود فلو. لهذا من حنستخدم أدوية تغلق هذا الباب, حنستفاد من عدها في علاج الانفلاميشن, ولكن حيصير عندنا سايد إفكت اللي هي for example GIT irritation اللي حسبب لنا الألسر, وكذلك تأثر على الكلية حسوي لنا vasoconstriction, وتعرض المريض إلى renal impairment with chronic use of these drugs. سنشوفها إن شاء الله. هسه حنجي ناخذ بعض الانالوجز المشابهة للبروستاغلاندين اللي ممكن نستخدمها كدراجز ونستفاد منها في انديكيشنات معينة. أول واحد من البروستاغلاندين أنالوج اسمه ألبروستاديل, ألبروستاديل, والاسم التجاري مالته بروستين في آر مع شركة فايزر. هذا شنو؟ هو بروستاغلاندين E1 أنالوج, يعني يشبه البروستاغلاندين E1. مثل ما نعرف أنه البروستاغلاندين أكو بيها أنواع, أكو E, أكو ألفا, أكو I, وكل واحدة تنقسم إلى أقسام, أكو E1, E2, E3. إحنا حنختار بعض الأشياء المهمة اللي نتداولها بحياتنا العملية حتى نستفاد من عدها إذا إجانا سؤال عليها. إذن وين يصنع هذا البروستاغلاندين E1؟ بالسيمينال فيزيكلز and cavernous tissues in the placenta and in the ductus arteriosus of the fetus. فأنت شنو بالنسبة هنا أحد الفوائد المهمة هي maintains the patency
of ductus arteriosus during pregnancy. Patency معناته open, تبقى open, اكو فتحة قناة اللي هي هاي اسمها ductus arteriosus. هذه قناة تربط الشريان الأبهر الأورتة بالبولمونري بولمونري artery مثل ما نشوف. هاي هي ductus arteriosus. هاي تبقى patent مفتوحة وقت ما بقى الجنين بداخل الرحم تبقى مفتوحة. ليش تبقى مفتوحة؟ لأنه بعدها اللانج بعدها ما صار بها saturation وما يستفاد من عدها الفيتس، ياخذ الأكسجينيتد بلد من البلاسنتا of your mother. وبعد ما تولد يولد يعني بعد ما تولد الأم ورا يومين ثلاثة تبدي هذه القناة تنغلق. ليش تنغلق؟ لأنه تبدي اللانج تصير ماتشوريشن وماتشور وتبدي هي تولد لنا أكسجين، يعني تدخل لنا أكسجين وتخرج لنا السي أو 2. الطفل داخل رحم الأم ما يستفاد من اللانج مالتها لأنه بعدها ما صايرة ماتشور، وأيضا موجود بها فلويد اللي هو سائل الجسم، فلهذا هاي تبقى لازم patent. فلهذا هاد مرات يصير بها defect تنسد، فلازم انه من يشوفوها بدت تنسد هذه، اذا انسدت ممكن يصير بي death للفيتس اذا داخل رحم الام، فيعطون فد دراجات حتى تبقى مفتوحة حتى يسرعون الولادة ويخرج الطفل. مرات لا بالعكس، ورا ما يولد الطفل ما تنسد، يعطون أدوية أنه السد هذه القناة. The ductus closes soon after delivery to allow normal blood circulation between the lungs and heart. ورا ما يولد الطفل هذه تبدي القناة تنسد على مود يصير normal circulation between the lungs and heart. إذا بقت مفتوحة يعطون أدوية أنه السد هذه القناة. In neonates with congenital heart conditions, infusion of alprostatin keeps the ductus open, allowing time until surgical correction is possible. أنه يصير فد تصليح جراحي للوبر، يا أما يسوون delivery للأم أو يعالجون هذه السالفة قبل لا تولد إذا كانت بالأشهر الأولى. النوع الثاني اللي هو لوبي بروستون أيضا بروستا جلاندين E1 derivatives indicated for the treatment of chronic idiopathic constipation, opioid-induced constipation, irritable bowel syndrome with constipation. أنواع خاصة من الإمساك اللي ممكن نستخدم هذا الدراج اللي هن هذني الثلاثة. مو أي إمساك ممكن أنه نعطي هذا الدراج. الإمساك الاعتيادي هذا اليومي اللي يصير عند بعض الناس ما يستخدمون اللوبي بروستون، ولكن أكو عندنا فد أنواع من الكونستيبيشن اللي هن هذني الثلاثة نستخدم بهن هذا النوع من البروستاغلاندينز. شنو السبب؟ شي يسوينا هذا النوع؟ It stimulates the chloride channels. يروح على قناة الكلورايد اللي موجودة وين؟ In the luminal cell of intestinal epithelium. يسوي لها opening، يفتحها، فهيبدي ينفرز الكلورايد. عملية إفراز الكلورايد هذه حتسبب لنا thereby increasing intestinal fluid secretion. بما أنه زاد الفلويد بالجي آي تي فهذا حيقلل لنا من الكونستيبيشن. عندنا سايد إفكت كلش مهم ويا هذني الدراجات اللي هي النوزيا and diarrhea are the most common adverse effects of lopiprostone.
نوزيا اند دياريا هي تأثيرات جانبية شائعة جدا للوبيبروستول. من نقول most common adverse effect معناته النسبة اللي تصير بها هي نسبة عالية أكثر من 10% من البيشنتس اللي نعطيهم هذا الدراج ممكن أنه يصير عندهم هذه الأعراض. Nausea can be decreased if taken with food. ممكن أنه نقلل النوزيا إذا أعطينا الدراج مالتنا قلنا له للمريض سوينا له education وأكل أخذ الدراج مالتك ويا الفود وممكن أنه نقول له ويا الفاست فود لو النورمال فود هذه بعد عليكم. الدراج الثالث اللي مهم جدا اللي هو ميزوبروستول أيضا أخذناه بالمحاضرات السابقة أيضا هو بروستاجلاندين E1 analog is used to protect the mucosal lining of the stomach during chronic non-steroidal anti-inflammatory treatment يسوي لنا حماية. كيف هاي تتم عملية الحماية من non-steroidal anti-inflammatory drugs؟ ميزوبروستول يعني هنحكي على الميكانيزم interacts with prostaglandin receptor الخاص بي اللي وين موجود؟ موجود بالparietal cells within the stomach reducing gastric acid secretion هيقلل من إفراز الحامض اللي هو HCL. علاوة على ذلك ميزوبروستول has a GI gastrointestinal cytoprotective effect فحماية للخلية. شلون عملية الحماية تتم؟ by stimulating mucus and bicarbonate production. يسوي لنا عملية الميوكس يزيد من عملية الإنتاج مالتها وكذلك bicarbonate production اللي هو شنو؟ اللي هو الكلاي. This combination of effects هذين الاثنين اللي حكينا عليهم decrease the incidence of non-steroidal anti-inflammatory induced gastric ulcers. هتقلل من حدوث القرح المصاحبة لعملية استخدام non-steroidal anti-inflammatory drugs. من هذا استفادوا سووا combination product containing diclofenac اللي هو الفولتارين and ميزوبروستول اللي هو اسمه أريثروتيك 50 ملغرام اللي هو 50 ملغرام فولتارين اللي هو دايكلوفيناك صوديوم اللي هو هذا دراج كلش مشهور اللي هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز وسوى ويا كومبينيشن وذ ميزوبروستول على مود يقللون الانسيدنس اوف السر ذات كان بي هابنز باي ذس نون ستيرويد. مثل ما عرفنا بالمحاضرة السابقة ميزوبروستول is also used off-label in obstetric settings for labor induction يساعد على الولادة since it increases uterine contractions التقلصات اللي موجودة بالرحم حيزيدها by interacting with prostaglandin receptors in the uterus. ميزوبروستول has a potential to induce abortion الإسقاط قلنا هذني بعض الاستخدامات اللي ممكن يستخدمونها الميزوبروستول therefore the drug is contraindicated during pregnancy ما يصير أبد نعطي أثناء الحمل. عندنا أيضا فد بروستاجلاندين جدا مهم و متداولة هواية بالصيدليات اللي هو بروستاجلاندين F2 ألفا أنالوجز اللي هذا يشمل البيماتو بروست هنحكي على الأوفتالميك بريبريشن الاسم التجاري مالتها لوميغان لاتانو بروست اللي هي زلاتان وتافلو بروست اللي هي سافلوتان والترافتان اللي هي ترافو بروست. هذني شنو هذني؟ أذني هن بروستاجلاندين F2 ألفا analogs that are indicated for treatment of open angle glaucoma الداء الزرق أو نسميه إحنا الشائع بالعامية اللي هو المي الأسود ممكن أنه نستخدم هذني الدراج
كتريتمنت. ليش؟ لانه هذني الدراجز بايندينج تو حترتبط ويا من؟ ويا بروستاغلاندين ريسبتورز. وين موجود هذا البروستاغلاندين ريسبتورز؟ بالاي. They increase uveocellular outflow, reducing intraocular pressure. عملية تكوين ضغط العين هو حيتكون السائل أكثر من اللازم بالعين اللي هو aqueous humor. من حيتكون aqueous humor أكثر من اللازم هو سببه أنه صاير عندنا imbalance between production and drainage. Drainage معناته أنه التفريغ، انه يخرج الخروج مالته. اكو عندنا عمليه تكوين وعمليه خروج. من يصير ديفكت بهذه عمليه الخروج فنروح الى ميكانيزم، يا اما نقلل السينثيسيس، نقلل السينثيسيس اوف اكويوس هيومر، واخذناه هذا بالكورس الاول واخذتوه ايضا بصف ثالث، انه من نطي بيتا بلوكر دراجز لايك تيمولول بيستاكسولول، انه حسد البيتا ريسبتر اللي موجود بالعين فحيمنع او يقلل من عملية التصنيع لهذا السائل. والميكانيزم مثل ما نشوف هذا اكو فت باثوي، هذا ممكن انه زيده بواسطة انه نعطي بروستا جلاندين اف 2 الفا انالوج، من حيزيد هذا الاوت فلو الخروج فحيقل الضغط مال العين. عندنا دراج اخر اللي هو بروستا سايكلين اللي يصيحوا له بروستا جلاندين اي 2 انالوجز، ايبوبروستينول وايلوبروست ولتري التريبروستينيل. التريبروستينيل هذني ثلاث دراجات هي انالوجز اوف بروستاغلاندين اي 2. الاول هو ناتشرالي اوكيرينج بروستاغلاندين، وهذني الاثنين اللي هن سينثيتيك انالوجز اوف بروستاسايكلين. بوتنت بولموناري فازو دايليكترز، موسعات كلش قويه المن للبولموناري ارتري، that are used for treatment of pulmonary arterial hypertension. مرات يزداد الضغط اللي موجود بالبولموناري تراكت، يصيحوا له زيادة الضغط الرئوي. زيادة الضغط الرئوي طبعا بهواية أسباب ما نقدر هسه نتناولها بالتفصيل، بس حتى نقلل من زيادة الضغط الرئوي نستخدم هذه الانالوجز اللي هي بروستا جلاندينز انالوجز. ورا ما اخذنا هذا الكلام كله نجي على الموضوع المهم الاخر اللي هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي احنا هبني نتناولها بكثره بالصيدليات، وإن شاء الله من الدعمون بالمستشفيات أيضا حتاخذوها بكثرة، ولازم أنه نعرف كل تفاصيلها لأنه أكو تداخل كثير مع الأدوية الأخرى، وممكن أنه فد أدفيرس إفكت هواية موجودة. هذني النانستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز اللي هي خلينا نحكي على التريد نيم على مود تتقرب لكم، اللي هي بونستان، اللي هي بولتارين، اللي هي اندوسيد، اللي هي بروفين، اللي هي نابروكسين، هذني كلهن يصيحولهن اللي اسبرين، كلهن يصيحولهن نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. اذن هي جروب اوف كيميكالي dissimilar agents، ما مش شابه بالستركتشر مالتها وبالشكل، that differ in their antipyretic, analgesic and anti-inflammatory activities. تختلف من وحده لوحده. نشوف انه واحد حنشوفه هسه بانتيبايرتيك قوي، واحد بانالجيسيك يكون مثلا قوي، واحد يكون انتي انفلاماتوري مالته قوي، فحتختلف من ايجنت لايجنت.
إذن act primarily by inhibiting the cyclooxygenase enzymes اللي هن قلنا شنو COX سميناه COX اللي هو COX 1 و COX 2 that catalyze first state in prostanoid biosynthesis اللي تشمل بعملية تصنيع البروستاغلاندين. إذن من خبطنا هذا الإنزيم هذا حيؤدينا إلى decrease بالبروستاغلاندين synthesis with beneficial and unwanted effects. حنشوف أنه عملية التثبيط ممكن أنها حتفيدنا بحالات معينة مثلاً تقلل لنا البين، تقلل لنا الفيفر، تقلل لنا الانفلاميشن، ولكن بنفس الوقت يصير عندنا unwanted effect اللي هو GIT irritation اللي هو vasoconstriction of renal tubules وside effect أخرى. إذن نأخذ فد ملاحظة مهمة differences in safety and efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs may be explained by a relative selectivity for COX-1 and COX-2 enzymes. إذن الكمية الفعالية والأمان مالتها هتختلف حسب وين يروح الدراج أكثر هل هو COX-1 selective أو COX-2 selective. ليش؟ لأنه يعتقد أنه inhibition of COX-2 is thought to lead to the anti-inflammatory and analgesic action of non-steroidal anti-inflammatory drugs. يعتقد أنه أكثر شيء له دور بالالتهاب وبالألم اللي هو COX-2. Whereas inhibition of COX-1 is responsible for prevention of cardiovascular events and most adverse effects. والCOX-1 له دور إذا انثبته حيحمينا من الأمراض اللي تصيب القلب اللي هي MI, angina and stroke. وأيضا الموست adverse effect اللي هي GIT irritation واللي هي renal blood flow and so on. إذن نشوف أنه من الناحية النظرية أنه إذا نشوف دراج يغلق لنا الكوكس 2 حيكون إلى فائدة بالإنفلاميشن والأنالجيسيك إفكت. إذا سدينا الكوكس 1 هذا حيكون إلى تأثير جانبي على عندهم أمراض قلب وعندهم طرحة. نجي ناخذ الأسبرين ومن الأسبرين ممكن أكو بعض الأشياء تعمم على البقية اللي هي بقية الدرجز اللي موجودة بهذا الكلاس. خلينا نشوف شنو الأسبرين ولو إحنا أخذناه هو except anti-inflammatory activity only at relatively high doses that are rarely used. معناته شنو؟ معناته أنه الأسبرين عنده قلنا عنده يقلل لنا البين أنالجيسيك يقلل لنا شنو يقلل لنا الفيفر ويقلل لنا الإنفلاميشن بس حتى نوصل أنه إلى effect dose that inhibit the inflammation نحتاج إلى جرعة عالية جدا من الأسبرين هسه نأخذها وهاي الجرعة العالية نادراً ما تستخدم لأنه حيصير عندنا شنو؟ حيصير عندنا side effects هواي. Used more frequently at lower doses إذا نستخدمه بصورة شائعة بجرعة قليلة to prevent cardiovascular events such as stroke, سكتة دماغية and myocardial infarction. Differentiated from other non-steroidal anti-inflammatory drugs since it is an irreversible inhibitor of cyclooxygenase activity. فرق مهم جدا شافوا انه الاسبرين من يرتبط بالكوكس 1 انه يرتبط به وبعد شنو ما يعوفه معناته شنو irreversible inhibitor إلا يتكون لنا شنو إنزيم جديد يلا
هذه استفادة ومن عندها هسه نشوف الاستفادة مالتها وين. مثل ما قلنا aspirin is a weak organic acid فتحامض عضوي ضعيف that irreversibly بصورة غير عكسية يعني يرتبط بعد ما يعوفه acetylates يعني acetylates شنو يخلي فت acetyl group when بالcyclooxygenase and thus inactivate cyclooxygenase. خلينا نشوف هذا الشيء. هذا هو الأسيتيل جروب مثل ما نشوفها موجودة بالأسبرين. فصار الأسبرين اسمه شنو؟ أسيتيل سالسيليك أسيد. حيروح على الcyclooxygenase اللي هو أكتيف اللي هو كوكس. حيسوي له أسيتيليشن يضيف له شنو أسيتيل جروب مثل ما نشوف. هاي الأسيتيل جروب حتنتقل من الأسبرين إلى الكوكس وحسب حتعطينا شنو حتعطينا inactive cox وحتعطينا salicylic acid. The other non-steroidal anti-inflammatory drugs are reversible inhibitors of cyclooxygenase. ترتبط بي وممكن أكو فترة زمنية معينة وتعوفها. إذن الأسبرين have three major therapeutic actions: reduce inflammation ولكن بجرعة عالية, analgesic effects, وبالفيفر بالبين أيضا أذني كلش مهمات. خلينا نشوف أذني الإفكت أذني بدنا ناخذهن إحنا بصورة عامة وتعمم على بقية النون ستيرويدال دراجز. إذا أكو ثلاث three effects: anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic. Inhibition of cyclooxygenase, اللي هو COX, diminishes the formation of prostaglandin. حيقلل لنا من تصنيع البروستاغلاندين. And thus, ولذلك modulates, حيسوي لنا تعديل أو تقليل للinflammation mediated by prostaglandin. إذن non-steroidal حتسوي لنا inhibit inflammation in arthritis, حتثبط لنا عملية الالتهاب. بس ناخذ نقطة مهمة جدا, but they're neither arrest the progression of the disease, ما حتقلل لنا أو توقف لنا من تطور المرض, nor induce remission, ولا حتسوي لنا شفاء للمرض. هاي وين؟ بالأرثرايتس الالتهاب الرثوي اللي شرحناه بالبداية. إذا شنو نحتاج حتى يصير عندنا arrest للبروغريشن ويصير عندنا remission؟ نحتاج فد كلاس جديد يسيحوا له DMARD drug modifying anti-arthemic drug اللي هسه هنجي ناخذها بعد هذا الموضوع. الانالجيسيك اكشن شلون دا تشتغل هذه الادويه كانالجيسيك اكشن؟ عندنا بروستاغلاندين اي 2 شي يسوي لنا سنسيتايز نيرف اندينج, يزيد من التحسس مال النهايات العصبيه. تو دي اكشن اوف برادكينين, هذا برادكينين هو فد ميدييتر ناقل للالم. الهيستامين and other chemical mediators released locally by the inflammatory process. اذا شوف احنا هنا مثلا هنا اكو هيستامين, هذه طبعا بعدها لحد الان دا يشتغلون عليها واكو شغل كبير على هذا الموضوع انه دا نشوف اكو رول اذا نعطينا انتي هيستامين هل الانتي هيستامين يسكن الالم. لنفرض انه نعطي الارمين هل يسكن الالم؟ اكو هواية ستديز تقول انه الانتي هيستامين ايضا يقلل الحساسية مال النيرف اندينج. ليش؟ لانه هنا اكو عندنا هيستامين, فمن نقطة انتي هيستامين معناته سنسيتايزنج للنيرف اندينج تقل. بس لحد الان هذه ما مثبتة بصورة كاملة حتى نقدر نقول عليها, ولكن بعدها في موضوع البحوث اللي دي يشتغلون عليها دي يشوفون اكو ريسبتر خاص هناك لو ماكو شنو انواع الريسبتات. لهذا اذا قللنا البروستاغلاندين E2 synthesis
then the sensation of pain can be decreased. الإحساس بالألم حيقل. لهذا من نقطي إحنا نقطي هذني الفولتارين والبونستان نشوف حيسكن الألم عدنا. ليش؟ لأنه البروستاغلاندين E2 synthesis قل. As COX-2 is expressed during times of inflammation and injury, it is thought that inhibition of this enzyme is responsible for the analgesic activity of non-steroidal anti-inflammatory drugs. لهذا أنه اتجهنا نحو أنه نأخذ selective COX-2. No single non-steroidal has demonstrated superior efficacy over another, and they are generally considered they have equivalent energetic efficacy. إذا نأخذ نفس البوتنسي مالته نفس الجرعة أنه كلهن يشابهن بتسكين الألم. Fever occurs, and the action of thalith, which is antibiotic, occurs when the set point of the anterior hypothalamic thermoregulatory center is elevated, ترتفع. And then هذا يسبب بواسطة the prostaglandin synthesis, نفس السبب, which is stimulated when endogenous fever-producing agents, which are pyrogenes, such as cytokines are released from white feces that are activated by infection, hypersensitivity, malignancy, or inflammation. لهذا نشوف أنه إحنا من عندنا التهاب حسيب درجة الحرارة. ليش؟ لأنه عندنا هذا الشيء اسمه بايروجين حيزداد، وهذا البايروجين ممكن أنه يحفز لنا البروستاغلاندين سينثيسيس ويزيد لنا set point of anterior hypothalamic وترتفع درجات الحرارة. إذن النونستيرويدر lower body temperature يخفض لنا درجة الحرارة. In patients with fever by embedding prostaglandin synthesis اللي هو E2 يعيق لنا عملية التصنيع والريليز resetting the thermostat back toward normal. وهذا حيسبب لنا بانخفاض درجات الحرارة بسرعة. خلينا نشوف الثيرابيوتيك يوزز وين نستخدم هذني النونستيرويدال مثل ما قلنا انتي انفلاماتوري وانرجيسك. والساسيليت اللي هو الاسبرين اكسبت انرجيسك اكتيفيتي ات لوور دوزز. Only at higher doses does these drugs show anti-inflammatory activity. الأسبرين بجرعة قليلة ممكن أنه يسوي لنا analgesic effect، ولكن إذا احتاجينا anti-inflammatory نحتاج إلى جرعة عالية. خلينا نشوف هذه الجرعة. خلينا نشوف أنه الأنتيبليتلت وأنتيبيوتيك وأنالجيسك نشوفها مثل ما نشوفها أنه جرعة قليلة. ونحتاج إلى جرعة أعلى حتى تعطينا anti-inflammatory effect. شافوا أنه حبالتين هم 325 من الأسبرين إذا نضعناها 4 مرات يومياً حتسبب لنا تسكين للألم، ولكن من 12 إلى 20 حباية باليوم نحتاج حتى نسوي لنا analgesic and anti-inflammatory activity. معناته شنو؟ نحتاج إلى 12 إلى 20 حباية حتى نسكن الألم، وهذا شيء كلش كبير وممكن أنه يسوي لنا سايد إفكت. Antibiotic uses خافض للحرارة اللي هو أسبرين، إيبوبروفين، and نابروكسين may be used to treat fever. ملاحظة الأسبرين يفضل أنه ما يستخدم تحت سن 19 سنة إذا كان المريض with viral infection such as varicella or influenza. شنو السبب أنه ما نستخدمه تحت هذا العمر؟ السبب to prevent Frey syndrome. فالسندروم ظاهرة تحدث عندنا إذا استخدمنا الأسبرين لشخص أقل من 19 سنة وعدفت viral infection حيسبب لنا a syndrome that can cause fulminating hepatitis التهاب الكبد
المداهم او المفاجئ، وين والسيربرال ادمه، حيصير عندنا سيربرال ادمه، وغالبا هذا يؤدي المرض الى ديف. كارديو فاسكولار ابلكيشنز اخذناها المحاضرات السابقه وركزنا عليها بالكورس الاول. قلنا انه الاسبرين الريفرسبل انهبيت كوكس 1 اللي موجود بالبليتليتس، لهذا الثرومبوكسين A2 حيقل وحتقل عندنا الفازو كونستريكشن والبليتليت اجريجيشن. ليش الانتي بليتليت افكت بيرسيست فور ذا لايف اوف بليتليت، يستمر على عمر الصفائح الدمويه؟ مثل ما قلنا لانه irreversible inhibits COX-1. Low doses of aspirin من 75 الى 162 وكمالي 81 are used prophylactically to reduce the risk of recurrent cardiovascular events اللي هي MI والانجينا، وتقلل لنا من الترانسيت اسكيميك اتاكس اللي هي فد حاله عصبيه نتيجه فد نيورونال ديفكت ممكن انه ينسد الوعاء الدموي وما يوصل بلد الى البرين او مناطق اخرى، فنستخدم ايضا بهاي الكيس اسبرين، والستروك ايضا نستخدم لها اسبرين. عندنا ثيرابيوتيك يوزز بعدنا احنا بالموضوع، وعندنا اكسترنال ابلكيشنز الاستخدامات الخارجيه. مثل ما تعرفون الساسيليك اسيد ممكن انه نستخدمه توبيكالي تو تريت اكني، الحبوب هذه حق الشباب، اكو هوايه سوق صابون موجود به ساسيليك اسيد بتركيز معين يسوي شنو؟ يعالج هذه الحبوب. كورنز وكالوسز البسامير ووارتس الفالول ايضا كله يستخدم به ساسيليك اسيد ولكن بتراكيز مختلفه، كل واحده نحتاج الى تركيز معين حتى نستخدمها. مثل ساسيليت يصيحوا له اويل اوف وينتر جرين، هذا اللي نستخدمه بالعصارات الحاره الموجود ايضا از كيوتينيوس كاونتر ايريتنت ان لينيمنتس such as arthritis cream on the sport chaps، هذا اللي يستخدموه الرياضيين. مثال عليه موجود ايضا بالصيدليات اللي هو مصر راب، مثل ما نشوف انه في مثل سالسيليت خالين به مثل سالسيليت بتركيز معين ويستخدم كاونتر ايريتنت. عندنا الفولتارين دايكلوفيناك is available on topical formulations gel or solution for treatment of osteoarthritis in the knee or hands. وكلنا نعرف الفولتارين جل. عندنا ocular formulation of ketorolac are approved for the management of seasonal allergic conjunctivitis and inflammation and pain related to ocular surgery. هاي القطرة اللي موجودة بالصيدليات اللي اسمها أكيولار تحتوي على الكيتورولاك اللي هو نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ايضا اكو قطرة اللي هي فولتارين دروب وموجودة ايضا دايكلوجيسك دروب ايضا تستخدم حتى تقلل الانفلاميشن والبين ريليتد تو اوكيولار سيرجري. نشوف هذا الفيجر انه الاسبرين باللو دوز التي هالف مالته 3 ساعات والاسبرين بالهاي دوز صار التي هالف 15 ساعه. شنو السبب؟ لازم اكو سبب انه التي هالف مال الاسبرين يزيد. شنو السبب؟ انه السبب ات انتي انفلاماتوري dosage of aspirin اللي قلنا نحتاج الى جرعه عاليه اللي هي اكثر من 4 غرامات باليوم، قلنا تقريبا 20 حبايه ام 325. The hepatic metabolic pathway becomes saturated يصير مشبع، يعني بعد ماكو مكان انه يصير بي ميتابوليك،
لهذا حيتحول الى zero order kinetics are observed leading to half life of 15 hours or more. كان هو first order معناته first order ايش قد يجينا يصير بي ميتابوليزم هنا وراها صار saturation صار حد الاشباع اذا zero order يعني اكو حد معين انه يصير بي ميتابوليزم معناته انه قد كمية معينة يصير فيها ميتابوليزم ثابتة هاي الكمية إيش وقت تثبت هاي الكمية من نستخدم دوزج كبيرة وصلنا إلى موضوع مهم آخر اللي هو adverse event إذا بسبب الآثار الجانبية نحتاج أنه نستخدمها هذني النانستيرويدال at lowest effective dose for the shortest duration if possible أقل فترة معينة وأقل جرعة معينة ليش؟ لأنه عندنا الgastrointestinal effects اللي هو ممكن أنه ranging from dyspepsia to bleeding نزف ممكن يصير normally production of prostaglandin I2 inhibits gastric acid secretion and عندنا الـ E2 والـ F2 alpha stimulate synthesis of protective mucus in both the stomach and intestine. هذني حيسوونها حماية للمعدة. إذا إحنا جينا وطينا في الشيء يثبط هاي البروستاغلاندينز حنتوقع يصير عندنا side effect. لهذا agents that inhibit COX-1 ممكن حتأدينا إلى reduce beneficial level of these prostaglandins اللي حكينا عليها قبل شوية اللي هي I2, E2, F2, alpha وهذا حيأدينا إلى increase gastric secretion acid secretion diminishes mucus protection and increase risk of GIT bleeding and ulceration هذا مثل ما نشوف بيصير التقرح وحيصير نزف بالمعدة. Agents with higher relative selective for COX-1 may have higher risk for GIT events. إذا نعطي أدوية ثبت لنا الكوكس-1 نتوقع يعني إنه تكون selective COX-1 نتوقع الGIT bleeding حيكون أكثر. إذن ننصح المريض انه ياخذ with food with fluid to diminish GIT upset نقول له اخذ ويا proton pump inhibitors اذا عندك history of ulcer نقول له ناخذ ويا mesoprostol على مود نمنع من هذه الالسر سايد اخر اللي هو increased risk of bleeding اللي هو نابع من الانتي بليتلت افكت لهذا الأسبرين is withheld يوقف for at least one week prior to surgery قبل لا يسوي عملية بأسبوع يوقفون الأسبرين عليه السبب شنو؟ مثل ما قلنا الأسبرين inhibit COX-1 mediated formation of thrombopoxin A2 and reduce platelet aggregation for the lifetime of the platelet اللي هي من 3 إلى 7 أيام ولهذا نتوقع أنه يزيد من Renal effect مثل ما قلنا أنه عندنا البروستاغلاندين E2 والI2 هو responsible for maintaining renal blood flow زيد لنا من renal blood flow وتحافظ لنا على مستوى ثابت لهذا إذا قللنا synthesis of prostaglandin can result in retention of sodium and water and may cause edema هاي الأدمة والاحتفاظ بالصوديوم والووتر جاية من تقليل الرينال بلد فلو لهذا patients with history of heart failure or kidney disease are at particularly higher risk أذني بعض الأمراض اللي ممكن أنه نتجنب استخدام non-steroidal anti-inflammatory drugs اللي هي renal disease, cardiovascular disease
سيروسيس، نفروسيس، هارت فيلر، دايوريتكس، هذني كلهن هذني الديزيز بالنتيجه شو يسوي لنا؟ تسوي حسوي فازو كونستريكشن عن طريق انجيوتنسين 2 كاتيكولامينز فازوبريسين. اذا احنا ما عندنا تريتمنت ما نعطي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز، ايش حنتوقع؟ حنتوقع الجسم يصنع لنا بروستاجلاندين حتى يسوي رينال فازو دايليشن بالتيوبول انتاغونايز انترا رينال افكت اوف فازو كونستريكتور. اذا احنا لا والله بهذن الديزيز نعطينا نون ستيرويد فحنمنع من تكوين البروستاجلاندين، ولهذا حيؤدي لنا الى شنو؟ فازو كونستريكشن. نشوف هذا التوبيول شلون صار به فازو كونستريكشن. بهذا يجب انه نتجنب هذني الادويه بهذني الامراض. كاردياك افكتس مثل ما قلنا الاسبرين حيثبط لنا الكوكس 1 ونستفاد من عده البي بروتكتيف افكت، ولكن بالعكس الكوكس 2 ما حنستفاد من عنده. ليش؟ لانه يقلل لنا البروستاجلاندين اي 2 برودكشن ميديتد باي كوكس 2، وبنفس الوقت ما نستفاد من عنده بالبروتكتيف افكت. Then, an increased risk of cardiovascular events, including MI and stroke, has been associated with all non-steroidal anti-inflammatory drugs, except aspirin. ممكن نتوقع يجينا سؤال، ليش النون-ستيرويدال ما نستخدمها بالأسمن؟ شنو السبب ما نستخدمها بالأسمن؟ مثل ما قلنا انه النون ستيرويدال ممكن تخبط لنا الكوكس and therefore inhibit the synthesis of prostaglandin but not of leukotriene. تثبيط هذا المسار ممكن cause a shift toward leukotriene production and increase the risk of asthma exacerbation. احنا مثل ما قلنا عندنا الاركيدونيك اسيد، اركيدونيك اسيد عنده two pathway، عندنا two pathway، عندنا LOX وعندنا COX. إذا ثبطنا هذا ال pathway حنتوقع أنه يصير shifting بهذا الاتجاه، معناته شنو؟ LOX حيشتغل، معناته شنو؟ حيصير عندنا ليكوتراين تصنع بشكل أكبر، وهذا الليكوتراين هو اللي يسوي لنا شنو؟ برونكو كونستريكشن. لهذا السبب حيصير عندنا شنو؟ asthma exacerbations. لهذا ما يفضل انه نستخدم هذا من الادويه بالاسمى. بالبريجننسي should only be used if benefits outweigh risk to developing fetus. الاسيتوامينوفين is preferred. In third trimester non-steroidal anti-inflammatory should generally be avoided due to risk of premature closure of the ductus arteriosus. هاي القناة الموجودة، قلنا اللي موجودة بالقلب بين تربط بين شريان الأبهر والشريان الرئوي. إذا نعطينا non-steroidal anti-inflammatory drugs وخصوصا بالثيرد ترايمستر بالأسابيع الأخيرة من الحمل، ممكن انه هذني يسوي لهم غلق وبريماتور لهذه الدكتس، وحيسبب لنا فد ديث للفيتس. لهذا ما نستخدم هذني الادويه في الاشهر الاخيره من الحمل. من هذا نستفاد انه الاندوميثاسين يستخدموه فور patent ductus arteriosus. الطفل اللي يجي وهاي القناة بعدها مفتوحة ما تنسد، يطو اندوميثاسين حتى يسدون هذه القناة. الدرج الآخر المهم اللي هو سيليكوكسيب اللي هو COX-2 inhibitor، هذا selective، هذا للسايكلوكسيجينيز 2. أيضاً الانهيبيشن هو ريفرسبل عكسي وليس غير عكسي.
approved for rheumatoid arthritis and osteoarthritis and acute pain. وعندنا فقر يوضح ان الكوكس 2 سيلكتيف والكوكس 1 مثل ما نشوف انه الايبوبروفين نابروكسين اندوميثاسين كيتوبروفين اسبرين ان اكثر شيء نحو الكوكس 1 وهذني بايروكسيكام دايكلوفيناك سيليكوكسيد ميلوكسيكام اللي هو الموفيك يتجه نحو الكوكس 2 مور كوكس 2 ولكن مو مثل السيليكوكسيد هو اكثر سيلكتيف. وعندنا فقر هذا ايضا لازم تقروه بكل وحده فوائدها شنو ومضارها شنو. لنفرض هنا مثلا النابروكسين considered by the some experts as one of the safest non-steroidal anti-inflammatory drugs. ممكن انه من هذا الفقر يجينا MCQ ايضا لازم نقراه ونشوف كل وحده شنو فوائدها. مثلا هذا الديفلونيسال هو less GIT irritant than aspirin. الأسيتا أمينوفين كنا نعرفه ونعرف اليوز مالته. شنو اسمه العلمي ان اسيتيل بارا امينوفينول اور اي باب وايضا انهبيت بروستاجلاندين سينثيسيس وهاز ليس افكتس اون. طبعا البروستاجلاندين سينثيسيس بالسي ان اس له دور اكثر لهذا له فائده بالانتي بايروتيك وانالجيسيك افكت وشافوا انه الافكت مالته على السايكلو اوكسجينيز ان بيرفيرال تيشوز كلش قليل which accounts for its weak anti-inflammatory effect. Does not affect platelet function or increase bleeding time. لهذا هم ما يعتبروا not considered as non-steroidal anti-inflammatory drugs. Therapeutic uses كنا نعرفها. هذا اللي لازم نقراها. الشيء المهم عندنا انه الأسيتا أمينوفين الميتابوليزم مالته يخضع إلى جلوكورونيديشن حتى يتحول إلى inactive metabolite ويخضع إلى سلفيشن حتى أيضا يتحول inactive metabolite. جزء من عنده يصير بـ hydroxylated ينضاف لـ hydroxyl group to form N-acetyl Para-benzoquinoamine اللي يرمزوا له بالرمز نابكي. هذا كلش مهم. هذا highly reactive metabolites كلش فعال reactive can react with sulfahydryl group and cause liver damage. يتفاعل ويا sulfahydryl group الموجودة بالسيل الخلية الطبيعية فحيسبب شنو ليفر دامج. احنا عندنا حمايه بالجسم اله اد نورمال دوزز بالجرعة الاعتياديه. هذا الميتابولايت اللي هو النابكي رياكت ويز سلفاهايدريل جروب اوف جلوتاثيون برودوسد ان ذا ليفر. فانتي اوكسيدنت هذا الجلوتاثيون ينفرز بالليفر فورمينج نون توكسيك ميتابولايت اللي هو هذا اللي اسمه ميركابتوريك اسيد اللي هو نان توكسيك. لهذا من نستخدم جرع عاليه من الاسيتا امينوفين اكثر من 12 غرام حيتكون لنا شنو؟ حيتكون لنا هذا النابكي بكميات كبيره ما حيكفي الجلوتاثيون اللي يصنع بالليفر انه بايندينج وذ اول ذا اماونتس فورم ان ذا ليفر. لهذا حيصير عندنا شنو؟ حيصير عندنا توكسيسيتي liver toxicity. لهذا لازم نتجنب الجرعة العالية من الأسيتا أمينوفين أكثر من 12 غرام. وإذا كان عندنا مريض بفد liver defect عنده مشاكل بالليفر أيضا نتجنب الأسيتا أمينوفين. ورا ما خلصنا النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز عندنا موضوع هناخذه باختصار اللي هو traditional disease modifying anti-rheumatic drugs اللي يصيحوا لها traditional DMARDs
عندنا اربع ادويه بهذا القسم اللي هو ميثوتريكسيت، هيدروكسي كلوروكوين، ليفلونامايد والسلفاسلازين. هذين اربع دراجات مهمه مطلوبه من عندنا، لازم نعرفها كل وحده وشنو السايد افكت مالتها وشنو الميكانيزم اوف اكشن. كلها موجوده بالمحاضره. Are used in the treatment of rheumatoid arthritis. أذني الفائدة مالتها أنه slow course of the disease induce remission، تسوي لنا شفاء، و prevent further destruction of joint and involved tissues. والقسم الآخر اللي هو biological disease، دي كنا traditional العادية، هذه biological أيضا يستخدموها بالريميشن. اللي قلنا بداية المحاضرة هذني يشتغلن على الانترلوكين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتور الفا اللي هن برو انفلاماتوري سايتوكاينز. هذني من يصنع هذني وحتسوي لنا ستيمولييت للساينوفيال سيل تو بروليفيريت اند سينثيسايز كولاجينيز فالانزيم. هذا الكولاجينيز يسوي لنا ديجريدنج كارتريج، يحطم لنا كارتريج، ستيمولييتنج بون ريزوربشن، انهبيتنج بروتيوغلايكان سينثيسيس. لهذا من نستخدم الدراجات لتضبط عمل التيومر نيكروسيس فاكتور والانترلوكين 1 مثل منو اداليموماب، سيرتوليزوماب، ايتانرسبت اند انفلكسيماب. حنتوقع يصير عندنا decrease the signs and symptoms of rheumatoid arthritis، ونتوقع انه clinical response within 2 weeks of therapy. الموضوع الاخير اللي هو مهم اللي هو gout treatment of gout. Gout is a metabolic disorder characterized by high levels of uric acid in the blood. The uric acid يصير أكثر من اللازم، حيصير عندنا imbalance between synthesis and elimination، لهذا حيوصل إلى saturation point. Then hyperuricemia can lead to deposition of sodium urate crystals in tissue, especially in joints and kidney. وحتبدي لنا عملية الانفلاماتوري بروسيس، وحيبدي عملية الانفلتريشن اوف جرانيولوسايتس ان ذات فاجوسايتايز ذا يوريت كريستالز. ومن تبدي عملية الانفلاميشن حيصير عندنا بين وسوالينج، وهذا حيكون عندنا بالبيكتو والني والانكلز والريست والالبوز، هذني الاماكن اللي نتوقع يصير بيها شنو deposition of sodium urate. السبب وراء الhyperuricemia هو imbalance between overproduction of uric acid and or inability to excrete uric acid renally. ليش؟ لأنه وصل إلى saturation point، إلى نقطة التشبع للإكسكريشن اللي هو 6 ملغرام بير ديسيليتر. بما أنه دي يصنع كل شيء هواية اليوريك اسيد، لهذا حيصير بي شنو؟ حيصير بي ديبوزيشنز. لهذا العلاج مالتنا شلون حيكون؟ يا اما نثبط عمليه التصنيع لليوريك اسيد او نزيد من عمليه الاكسكريشن. خلينا نشوف شلون يتكون اليوريك اسيد. عندنا البريكورسر اللي هو هايبوزانثين، حيتحول بواسطة إنزيم اسمه زانثين أوكسيديز إلى زانثين. نفس الزانثين أوكسيديز يحول لنا الزانثين إلى يوريك أسيد. هذا اليوريك أسيد من حيتكون أكثر من اللازم أوفر برودكشن، حيصير فيه شنو؟ ديبوزيشن أز يوريت كريستال. هاي اليوريت كريستال حتحفز لنا شنو؟ حتحفز لنا هذا الديبوزيشن اوف يوريت كريستالز، انيشيت ان انفلاماتوري بروسيس انفولفينج ذا انفلتريشن اوف جرانيولوسايت ذات فاجوسايتايز اند يوريت كريستالز. حتيجي هاي
الانفلاماتوري سيل سوينا فاكوسايتايز تلتهمه، ورا ما تلتهمه تسبب عندنا death of neutrophils، موت من ماتت النيوتروفيلز، حيسبب عندنا release of leukotrienes and lysosomal enzymes، وحيسبب لنا شنو بالنتيجة ورا ما انفرزت الكيميكال ميدياترز حيصير عندنا acute inflammation. وين التريتمنت مالتنا بهذا الفقر؟ ممكن انه نستخدم اكو عندنا two drugs. اول واحد اللي هو allopurinol اللي هو الزايلوريك كنا نعرفه، والدرج الثاني اللي هو فيبوكسوستات اللي اكو موجود بالصيدليه اسمه فيبوريك، اكو موجود اسمه جورتيك. هذني كلهن شيء سبب لنا بلوك بالسانفين اوكسيديز. بما انه غلقه السانفين اوكسيديز حنتوقع انه اليوريك اسيد ما ينصنع، ايضا تشتغل بهذا المكان همينه حتصير اكسترا انهيبيشن اوف يوريك اسيد سينثيسيس. وعندنا دراج اخر اللي هو كولتشيسين، هذا شيء يسوي لنا ديسربت سيلولار فانكشنز، يسوي لنا تثبيط العمليه السيلولار الخلويه الوظائف الخلويه. شلون؟ such as mobility of neutrophil، عمليه التحرك لل كرية الدم البيضاء، thus decreasing their migration into the inflamed joint، يقلل المايجريشن الهجرة مالتها إلى الجوينت الملتهب. الدرج الأخير اللي هو يحول لنا اليوريك أسيد اسمه بيكلوتيكيز، هذا recombinant form of enzyme urate oxidase or uricase، حيحوله الى الانتوين اللي هو water soluble non-toxic metabolite that excreted primarily by the kidneys. معناته يحول اليوريك اسيد من ماده غير ذائبه الى ذائبه وتنفرز بسهوله بالجسم. بهذا كملنا محاضرتنا لهذا اليوم، اعتذر عن السرعة بالموضوع، السبب انه تدرون الوقت بدأ يداهمنا وعدنا بعد محاضرات لازم نكملها، فأنا أردت أركز على الأشياء المهمة. أكو عدنا فت سؤال؟ أكو سؤال؟ شباب السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور الأسبوع الجاي تأخذنا يعني؟ والله عندي بعد وياكم ثلاث محاضرات. أوكي يعني ملحق علينا يعني الجوم. عليكم لازم تكملون لأنه منهج، وإذا ما أخذتوا هذني المواد هسه بعد ما تلحقون تأخذوها في أي مكان آخر. تريدون تسوون في المحاضرة إضافية؟ ما عندي مانع، حدد الموعد ونتفق على موعد معين. انتوا شو وقت امتحاناتكم؟ 25 صارت؟ اي يوم 25 فورمو. اي اربعاء الجاي قد بالشهر؟ صادف 13 هيجي تقريبا 14. 100% ناخذ محاضرة، واريد اخذكم انا حتى الاسبوع اللي ورا اللي هو 21 بالشهر. دكتور ممكن تاخذنا قبل هذا الموعد حتى لو اضافيات العصر او بالليل؟ لانه كل ما تقترب من الفاينل بعد ما نقدر نقرا الماده. حاضر بس اي لانه نريد نقرا الكيمياء اول شيء دكتور، بعدين نبدا بالفورما، يعني لازم وقت للكيمياء يصير لانه بس يوم ونص عندنا. اوكي حددوا يوم، نتفق على يوم، شوفوا ايمن وانا ايمن ما هو. ماكو مشكله عاد نتفق ونردك خبر دكتور. ايمن ما موجود؟ اشو انتوا خربتوا؟ قمتوا ما تحضرون تضربون مختبرات. هلو دكتور. هلو السلام عليكم. هلو دكتور شلونك؟ سوري. يقول لك انت القياده يمك صدق هاي يساقون. لا دكتور مبالغه. اشو ماكو يوم الاحد ضاربين المختبر مال تكسو؟ مو دكتور على اساس دكتور مصطفى حسان دا يسوي لنا كوز، يعني هو مو كوز تقريبا فاينل.
زين زين. بعدين تأجل ويعني صار الخميس والأحد. ودكتور حكيم همين أجلته الكويز مالتي شنو؟ لا دكتور، دكتور حكيم ما يجينا. دكتور حكيم يجي الثالث. ها الثالث المؤجلين شو اسمه مالته. عين هسه تهيئوا لنا عندنا كويز صغير على مود. دكتور قبل الكويز بس قول لي ايش وقت تسلم الساعات؟ لانه اكو هاي الحروف الاخيره ما ذايحه بعدك. والله يعني أكمل. بعد بس سلم الساعات هالاسبوع. ايه اكمل بعدني دا اشتغل واريد اكمل كل الحضور مالتكم. اي عشتيدك عشتيدك دكتور. ايه عيني هسه دزيت لكم هذا الرابط. ادخلوا عليه بلا زحمه عليكم. كل من يختار اسمه. اكو اسم سويت لكم سلكشن تختار الاسم من عندك. اجاكم الرابط؟ اي دكتور وصل. يلا عيني توكلوا بالله دخلوا. اوكي جاهزين؟ دكتور نعم. هذا دكتور دقيقة. بس اذا ممكن تعطينا شويه وقت لين حتى ندخل لين يطلب تدخيل الايميل مالتنا. يلا عيني مصطفى ادخل. شباب جاهزين ان شاء الله؟